بكم. أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر أحكاماً بتأييد أحكام القضاء الإداري القاضية بوقف إجراء الانتخابات في عشرات الدوائر الانتخابية، وقالت في حيثيات الحكم إن عدم تنفيذ هذه الأحكام يجعل تشكيل البرلمان القادم مشوباً بالبطلان. في الأثناء أكدت اللجنة العليا للانتخابات التزامها بتنفيذ كافة الأحكام القضائية المتعلقة بالانتخابات ما لم يتم وقف تنفيذ الحكم نتيجة طعن يتقدم به أحد المرشحين. هذا وقد أغلقت مراكز الاقتراع في جولة الإعادة في الانتخابات التشريعية المصرية، وشهدت هذه الجولة إقبالا ضعيفا في أغلب الدوائر في ظل مقاطعة الأحزاب والقوى السياسية الرئيسية المعارضة وعلى رأسها الوفد وجماعة الإخوان المسلمين. أعلن رئيس البرنامج النووي الإيراني علي أكبر صالحي إن إيران أنتجت أول دفعة من مسحوق اليورانيوم المكثف أو ما يسمى الكعكة الصفراء الذي يستخدم أساسا لإنتاج اليورانيوم. أعلن معارضو لورانغ باغبو المرشح في انتخابات الرئاسة في ساحل العاج أنهم شكلوا حكومة جديدة يقودها رئيس الوزراء الحالي جيولومي سورو، وكان الرئيس السابق لجنوب إفريقيا والمبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي ثابو مبيكي قد وصل إلى ساحل العاج لإجراء مشاورات لحل الأزمة. نقل مراسل الجزيرة في أفغانستان عن متحدث عسكري لقوات الناتو في مدينة غارديز جنوب شرق أفغانستان أن جنديين أجنبيين قتلا وأصيب 6 آخرون في هجوم انتحاري استهدف سوقا داخل قاعدة عسكرية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.